لم يعد يجدي الإحصاء نفعاً في ظل كثافة الضربات التي تتلقاها الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، فمنذ ما يزيد على 3 سنوات والميليشيات الإيرانية هدف مباح لطائرات وصواريخ تل أبيب، في ظل صمت غريب ممن يصفون أنفسهم بقوى المقاومة والممانعة. الطموح الإيراني بالاستقرار في هلاله المرسوم للوصول إلى البحر المتوسط عبر سوريا وتوسيع نفوذها يقابله مخاوف من تل أبيب من أن تعدي طهران الخطوط الحمراء وبناء قواعد متقدمة مؤهلة تشكل لها منطلقاً لتغليف كذبة المقاومة للاستخفاف بالعامة من أتباعها. وفي واحدة من المشاهد الأخيرة والمتكررة لاستهداف الميليشيات الموالية لإيران، أخرجت ضربة إسرائيلية مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات بعد استهداف مستودعات يعتقد أنها تتبع للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني، في رسالة واضحة مفادها بأن تل أبيب مستمرة في سياسة استهداف التحركات الإيرانية في سوريا. ومع تكرر الضربات الإسرائيلية للميليشيات الموالية لإيران في سوريا والخسائر التي تخلفها، تستنجد إيران بروسيا المشغولة بنفسها في أوكرانيا. وفي ظل توسع إيران في سوريا، انتقلت المواجهات الثنائية بين إيران وإسرائيل من المربع التقليدي إلى مناطق مختلفة، وصولاً إلى استهداف مطار دمشق بعد أن أصبح المطار وسيلة إيران الجديدة لتهريب الأسلحة لميليشياتها في لبنان والعراق ومن ثم سوريا، بعد أن باتت كل الطرق عبر البوكمال في مرمى صواريخ تل أبيب. مواجهة يراها المراقبون فخاراً يكسر بعضه في ظل حالة الوهن التي يعيشها نظام الأسد.